دلوقتي لقاء مع الأستاذ أحمد مرتضى منصور مع الزميل خالد رزق. الزميل خالد اتفضل. يعني برحب بيك من جديد من داخل انتخابات نادي الزمالك، وبالتحديد في توقيت فرز الاصوات حاليا. خلينا نرحب بضيفي الاستاذ احمد مرتضى منصور والمرشح العضوي نائب رئيس نادي الزمالك. يعني برحب بيك بالتاكيد على قناه دي ام سي سبورتس. نقول حدث كبير النهارده، حدث مهم جدا في نادي الزمالك، شايف الاجواء حتى الان ازاي وطريقه الفرز والاجواء العامه؟ يعني شايف ان هو احتفال كبير جدا بنادي الزمالك، أكبر جمعية عمومية في تاريخ الأندية المصرية جمعاء، أعتقد هي تتجاوز 40,000، أعتقد يعني باللي أنا شايفه متوسط الصندوق أزيد من 350 أو حاجة زي كده. ده الاحتفال الكبير، ده النجاح الحقيقي. بشكر مجلس مرتضى منصور المجلس السابق على إن هو عمل أكبر جمعية عمومية في تاريخ الأندية المصرية. ده الفوز الحقيقي. أنا مش هقول حاجة غير إن أنا خدمت الناس دي 4 سنين وكان ليا الشرف، ربنا وفقني أو ما وفقنيش، فأنا ناجح بحب الناس واحترامهم وتقديرهم لينا، ومش عايز حاجة تانية، وعايز أشوف بس الزمالك ياخد الدوري إن شاء الله. طيب يعني خليني أسألك سؤال، هو بعيدا عن إن إحنا يعني في أجواء مميزة جدا وأجواء جميلة جدا النهاردة، ولكن في بعض الأخبار تناقلت حول وجود بعض الخلافات أو المشاكل اللي حصلت أمام أماكن الانتخاب، يعني عايزين نفسر ده للمشاهدين يكونوا عارفين التفاصيل اللي حصلت مع الأستاذ أحمد منصور بالظبط. الحمد لله ما فيش حاجه حصلت، مش مشكله نسامح كريم، المهم نشوف نادي الزمالك احسن ان شاء الله. فاكر بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا. يعني ده كان لقائي مع احمد مرتضى منصور، وما زالت الاجواء مستمره هنا داخل فرز الانتخابات، واكيد هنوفيكم بالجديد. وده كان لقائي، ولك الكلمه الان، تفضل. اشكرك جدا جدا زميلي خالد رزق، نتمنى التوفيق للجميع في نادي الزمالك.